رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيوفنا طارق مسعودي عربي جابر وسامي العكريمي. باش نحكي معاك نبدا معاك طارق. حكيت على كنا نحكي على مركز قلب الهجوم وسيف الدين الجزيري ومحمد علي برمضان، جبتهم في اول تعليقاتك. سيف الجزيري تقريبا ارقام مهمه برشا مع المنتخب الوطني التونسي، لكن كل مره نتفاجئوا بيهبط احتياطي اول مقابل موريتانيا. البارح بون لعب هو، كيف شفتوا انت تهبيطه البارح ومعناتها الفاليور بتاعه كاحتياطي في المنتخب؟ سامحني نرجع للموضوع بتاع جوار كادر موجود راهو في المنتخبات الكل في الجمعيات الكل. احنا اللي كادر اللي صاديزون قدم معناها وهبي الخزري وعلي معلول وليس سخيري توا بجهده بالاسم وباللي يعمل فيه في المانيا فرجيني سيسي هذوما راهو معادي. احنا عندنا ملاعبي في البطوله التونسيه معروف برشا لعب برشا في المنتخب في جمعيته يختار في ماتشويت يراتي مينيموم 10-12 ماتش ويلعب وبقدره ياخذ فلوسه وكذا موجود جارديان فهمت. حسام حسن كان يحكم مش في الليستة كان يحكم كان على 90 دقيقة فما كورة توصل اللي بحذيهم ما يمدهلوش لعب معها تاكوم محمد أحمد كشري عدى معي ستاج قال لي مرة ربحنا 5-1 قال لي كي ماركيت البونتو مشى بشوير مشى عنقه واحد كي مشى بشي عنقه قالوا ما شفتنيش مش مدلي باس كان يحكم معناها هذه وقتاش ما تتكلمش عليها العبيد هذه وقت يبدا الجمعيه ماشي ولا المنتخب ماشي توا افيك سي ديفو ولا قبل نحكي على شكر الوعر كيفاش كان يحكم في المنتخب وكان لكن اول حاجه تعرض الناس تقول لك شكر الوعر الباراد عام 98 شكر الوعر عمل كارير فهمتني فهم لاعبيه كانوا يحكموا في المنتخب زبير باي اسكندر سوايح زبير باي اكثر شخصيه كان يحكم في المنتخب خالد بدره تقول خالد بدره تقول رياض بازيدي تقول دوميكات ما عادش تتكلم تقول زياد الجزيري اي حتى وهب حتى وهب الخزري تقول هدف الفين التاريخي في تونس صحيت لا اما كي يبدا الجو معناها كي ما تمشيش الامور وقتها يخرجوا الحاجات هذوما اللي هما دي ديتاي انا نتصور وهب الخزري ما عندناش مشكله معاه وهب الخزري انا دفعت عليه وقت هو اون بيس وقتها والناس كل جاوا ضدي وشكون سبني لكن ما يلعبش بونتا اون فالور انترانسيك سامحني اون فالور انترانسيك جوست كلمه برك اون فالور انترانسيك سي لو ميور جوار تونيزيان احسن لاعب في المنتخب ما نناقشوش فيها احسن لاعب في المنتخب انا في رايي صخيري لا صخيري موضوع اخر هذاك تو نجيو صخيري لا اما وهب الخزري في الكوب دافريك الاخرانيه وانتقادات كبيره اما احسن لاعب في المنتخب ابسوليومون نبيل معلول لعبوا بار اوبليغاسيون ياسين الخنيسي ما فهمش معنا حتى تاكون راهو نحكيو على نبيل معلول نحكيو على 2018 لو 3 سنين التالي توجهك حل جاتك سوليسيون سيف الدين الجزيري احسن لاعب يعطي الاضافه والكل ما يهبط معناه ملاعب رابيد ويحب الاسباس وتكنيكمون قوي برشا وتحسن برشا في البلون تكتيك انا راه ولدي سيف الجزيري وترانا عندي في نادي الافريقي ونعرف كاريرو ونعرف المتاعب اللي تعدى بها في كاريرو الكل توا راه تبدل سيف معناه ملاعب يعمل كل شيء هو مسيرته في حد ذاتها درس الحقيقه درس حتى في الحياه مش في الكوره بيان سور حتى عائلين حتى راهو سيف الجزيري من وسط اجتماعي يراو معناها عادي اقل من عادي برشا اقل من عادي برشا سيف معناها ولد نادي الافريقي من اللي هو في ليكول معناها من اللي هو في المدارس ويجي البارك يسكن وراء وزاره الداخليه ويجي البارك وبعد بدا يفرض في روحه الناس كل تحبه وطلع سينيور الكل يبقى تعرف سخونه ماتش اثنين موسم اثنين ثلاثه ولو انه اللي جاوا بعده الكل ما يجوش في كنترول من متاع سيف الجزيري انا معناها كمنظر ثم تهميش للاعب هذا تحسه في كاريرو في المنتخب لا نحكي بطبيعه انت جايك معناها لديك وتنقل قبل نقولوا احنا ما يلعبش في بريسيون تو ولا في الزمالك معناها جمعيه كبيره في برشا بريسيون قادرين باش يجيبوا احسن اتاكونات وخلوه معناها وخلوه هو الاتاكون نيميرو 1 ويعمل في ماتشات كبيره وقتاش باش لعبوا معناها وقتاش في مخ سيف يعني هو راهو سي تريز امبورتون نحكيوا على منتخب في مخ سيف وقتاش يولي تيتولير ماهوش تيتولير تو يلعب وقت وهبي ما فماش وقت ماتش في رادس وغازون حلو كذا ما يلعبش كي يمشي موريتانيا يلعب في التارتون معناه لهنا انا عندك هو ومحمد علي برمضان نحبهم يولي في مخاخم ميساج مع المدرب اللي راهو ينجم محمد علي نقولوا مش يلعب في الاسبيرونس تو ما فماش كومبيتيسيون في البطوله حاب يعاود على الملاعبيه تلعب خارج تونس معاك انا موافقك لكن نحكيه على ملاعبيه راهو نجم يجيبوا برشا مليارات ملاعبيه نجم يعطيو فالور بلوس كبيره في المنتخب راهو نحكيو على محمد علي برمضان احسن لاعب في البطوله التونسيه في وسط الميدان
راه محمد علي برمضان راه الناس في الترجي تاخذ في برشا فلوس هزهم على الظهر ويسال كله في ماتشويات ونتفكروا السيزون الاخراني 6 شهور الاخراني صحيح معناه نجوم كبار وفلوس وملين وشوفوا وبالنسبه لي انا محمد علي برمضان معناه يزمو ينجم يكون الثالث راه في مع عيدوني وسخيري راه فيكتور ميريسبي الفرجاني فيكتور ميريسبي للاعبين الاخرين راو فما فرجاني سخيري ما سخيري عيدوني ما عادش يتمسك لا هو حتى الكبير يمن بيه طيب هذا هو اول واحد ما عيط له في المنتخب حتى وقت اللي في الاسبيرونس مازال ماهوش يلعب برشا معناها ايه ما توا سايي ايه توا خاطر فماش كومبيتيسيون تصور تفسيري انا توا سايي معناها كي نقول الفرق ما بين فرجاني ومحمد علي برمضان فماش فرق نقول لك انا راه محمد علي برمضان توا بلغه الشارع بلغه الكوره راه جيعان راه يحب يلعب راه يلعب راه مش عاطي البلوس خاطر انا مانيش خمم توا انا نحكي على الطالبي بكري وعلى الدوبلي خمم في الدوحه نحب نطلع بوديوم في الدوحه خامه في الكاميرون مش باش نمشيو ونعملوا وصله ونروحوا نحبوا نمشيو عندنا الملاعبيه وعندنا الذكي اللي نجموا نوصلوا بها معناها هذا المشكل حسب رايي انا في المنتخب وفي اختيار وماذا بيا هالكابوس هذا يقعد سوليسيون وهبي اون بوينت يقعد سوليسيون ما نبداوش بيه معناها يبدا وهبي اون بوينت وبعد نحطوا اللاعبين الاخرين سامي حبيت تعلق لا احنا دخلنا في النقاش الفني هو النقاش الفني معناتها اللي يهمني اكثر انا كصحفي انا نسال سؤال اخر احنا تو نلعب ضد موريتانيا ونلعب ضد غينيا ونلعب ضد زامبيا اللي ما هي زامبيا ونلعب معناتها وقت نلعب معناتها في الليزيليمناتوار هذوما دائما فرق معناتها تروازيام كاتريام كاتيجوري اليوم افيك خزري بخزري والا بالجزيري نجموا نلعب ضد الكامرون نجموا نلعب ضد السنغال نجموا نلعب ضد الجزائر شوف المشكلة الكبيرة لا ما همش في المستوى لا 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 جزيري ني باز ان جوار دو بوانت ني باز ان جوار دو بوانت ناتوريل لا اتاكون دو بوانت لا شو ني باز ان اتاكون دو بوانت ناتوريل مش يفكسي يفكسي معناتها لك سنترال ادفيرس ويحل صحابه ويحارب ايه بروفيل ايه موجود دابوية باهي سيتا نوتر بروفيل مي احنا لا احنا الكونفيغوراسيون هذيا مسعودي وعربي الكونفيغوراسيون هذيا سواء كان قلت لك سواء كان خزري والا الجزيري انا جو فوا جزيري افيك ان اتاكون دو بوينت جو فوا خزري افيك ان اتاكون دو بوينت هذه هي السؤال الحقيقي توتون ساشان اللي خزري بونتا ماهيش بلاصتو سامي فهمتك شحب تقول تحب تقول فما لازم بروفيل اخر في المنتخب تشوف شكون مثلا ينجم يكون في البوست هذاك لا لا شو هذايا نقاش اخر شكون خاطر من الاول بكل ما حبوش يثبتوا ان افونسونتر ما حبوش يثبتوا ان افونسونتر انت توا بار اكزومبل البارح جيش نرجع لك البارح باش نرجع اللي موجودين فهمت ما فهم بروفيل هو البروفيل اللي حكى سامي يشبه شويه الشواط ولا هو الشواط توا ما بس نرجع لك البارح يشبه السيف في اللعب بس انا تكون ديسباس فما شوات فما كبرجي فما فخر العوجي ولد الفايز بعد المنتخب جست حبيت نقول حاجه انا وقت بديت شويه عندنا دوزا موسم ضربين اي فوالا انا عندك واحد معاك هذا كان نقاش ياسين الخنيس فوالا سيف الدين جزائري الباقي تحكي لي تحكي هذا نقاش اخر ياسين الشماخي لو كان يرجع انا بديت في النقاش نتاعي سامحني مسعودي انا بديت في النقاش نتاعي قلت كل ما عندنا ك هجوم وكمهاجمين هبطوا البارح صفر اهداف هكا ولا لا انا بالنسبه لي انا الكونفيغوراسيون تاع الاتاك نتاعنا سواء كان جزيري ولا سواء كان خزري يلزم حاجه تتبدل قدام مش تلعب ضد جمعيات يلزمك تقلقهم يلزمك تفيكسي لاك سنترال يلزم تعطي الاسباس على اليمين تعطي الاسباس على اليسار تعطي الاسباس على اللي جاي من تالي توا باش نرجع لحكايه حكايه بن رمضان وحكايه ساسي ساسي راه نتاع 3 أو 4 سنين التالي وفاء ساسي معناتها تشوف انت الباركور نتاعو في ليكيب ناسيونال مرات والعديد من المرات يباس اكوتي دو ماتش وقتها انت البريود هذيك اللي هو مش في احسن حالاته انت وقتها تهبط بالرمضان واليوم كيف تجي تحط لي ساسي وبالرمضان نحط بالرمضان تبقى ثم موازنات اليوم ما يتمسوش في الفريق الوطني خزري ما يتمسش ساسي ما يتمسش مساكني ما يتمسش هذه هي شنو المشكلة الأساسية وقتها نحكيه على كورة كل الفريق هذايا وبنكمل الفريق هذايا من الأول بالنسبة لي أنا ماهوش مبني على قواعد صحيحة لأنه مبني
على اختيارات مزاجية واختيارات معناتها تحط في بالها معناتها موازنات. يا خويا هذاك يعمل لي مشكله وهذاك فك عليا منه وهذاك حشتي به واحد وكل ملول بكل ملول بكل. ولهذا الى حد مباراه البارح تشكيله اساسيه حقيقيه ما عندناش في فريق الوطن.